طلب حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسام البدري المدير الفني للفريق المشاركة في جزء من مباراة المصري بورسعيدي غدا الثلاثاء في نهائي كأس مصر. جاء الطلب غالي الأخير باعتبار مواجهة المصري هي الأخيرة له مع الفريق بعد إعلان انتقاله إلى النصر السعودي مقابل 850 ألف دولار في صفقة انتقال حر. وأكد غالي أنه يرغب في وداع جماهيره عبر تلك المباراة مؤكدا أنه سيقاتل برفقة زملائه لحصد الكأس الغائب عن الأهلي منذ 10 سنوات وحتى تكون خير ختام لرحلتي مع الفريق. كان البدري منح غالي وعدا بالدفع به ولكنه عاد وأكد له أن ظروف المباراة ستكون المعيار الأساسي في مسألة الاستعانة به من عدمها.